اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ما يحدث. الحقيقه على مدار اليومين اللي فاتوا في تسريبات طالعه في الاعلام الامريكي وفي الاعلام الاسرائيلي وتصريحات منسوبه للامير محمد بن سلمان بتقول ما معناه ان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه فرط في القضيه الفلسطينيه ومش معني ولا مهتم بفلسطين ولا بدوله فلسطين، وانه كمان مش معارض لتحركات تل ابيب وهجومها الحاصل على غزه. التسريبات روجت كمان لمزاعم حوالين لقاء مهم جدا حصل بين الامير محمد بن سلمان وبين مسؤول امريكي كبير جدا في البيت الابيض، وهقول لكم على اسم هذا المسؤول ومنصبه بس بعد الانترو. وانه خلال اللقاء اللي حصل بينهم ابدا محمد بن سلمان تأييده لضرب غزه والفلسطينيين، لدرجه انه قال له وفق التسريبات او مزاعم هذه التسريبات ان 70% من الشعب السعودي اصغر منه سنا ومش عارفين كتير عن القضيه الفلسطينيه الا من خلال اللي بيحصل في غزة من اعتداء على الفلسطينيين. الحقيقة التسريبات اللي زي دي تسريبات لازم نتوقف عندها كتير، لانها بتضر بسمعة الامير الشاب وبتضر كمان بسمعة المملكة العربية السعودية نفسها، لان وراها كواليس وتفاصيل كتيرة جدا لازم تعرفوها. فهل فعلا محمد بن سلمان قال الكلام ده؟ طب قالوا امتى؟ وقالوا فين؟ وقالوا مع مين؟ طيب ايه هي التفاصيل الاخيرة بشأن ملف تطبيع السعودية مع اسرائيل؟ هل ممكن اننا نشوف تطبيع في ظل الظروف الراهنة اللي كل يوم بتزداد اشتعالا وتأزما؟ طيب المستشارين بتوع محمد بن سلمان قالوا له ايه؟ هل فعلا قالوا له ان مثل هذه الاتفاقيات تمثل خطر حقيقي على حياته؟ في تفاصيل مهمة برضه هنتكلم في هذا الموضوع. الحقيقة في تفاصيل وتصريحات مهمة جدا قالها برضه وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، اتكلم فيها حوالين ملف التطبيع واتكلم فيها حوالين موقف السعودية من القضية الفلسطينية. الحقيقة ملف لازم نتوقف امامه طويلا بالشرح والتفصيل، بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس على القناة عشان يوصلكم كل جديد. في تسريبات انتشرت مؤخرا في الصحافة الأمريكية ونشرتها مجلة زي مجلة The Atlantic الأمريكية، وتناقلتها كمان الكثير من المواقع الإخبارية العبرية زي موقع i24. التسريبات دي تتكلم عن لقاء حصل بين الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وبين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية. اللقاء ده وفق التسريبات المنشورة حصل في شهر يناير اللي فات وحصل في السعودية، يعني عدى عليه حوالي 9 شهور، ودار بينهم حوار مهم عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وعن موقف المملكة العربية السعودية من اللي بيحصل في المنطقة ومن حرب غزة، وتقريبا كمان اتكلموا عن آليات توقيع اتفاق للتطبيع بين المملكة وتل أبيب. لكن التسريبات اللي انتشرت دي في إعلامهم تسريبات مقلقة الحقيقة شوية، تسريبات بتحمل نوايا وأخبار خبيثة بتضر بالقضية العربية والفلسطينية كمان، وبتضر كمان بسمعة الأمير محمد بن سلمان نفسه، وبتضر بسمعة المملكة العربية السعودية. وهقول لكم دلوقتي تفاصيل التسريبات دي ايه اللي انا بصراحة شخصيا انا بشك في صحتها، بس لازم نعرفها ولازم نتكلم عنها وعن تفاصيلها عشان حاجتين مهمين. اول حاجة اننا لازم نرد على الناس دي ونكشف اكاذيبهم ومزاعمهم قدام الرأي العام. تاني حاجة اننا لازم نبقى عارفين الناس دي بتفكر ازاي وازاي بيسربوا لنا المعلومات والتقارير في توقيتات معينة بحيث يضربوا جبهتك الداخلية ويشككوا في قياداتك ويعملوا خلل يضربوا بيه الولاءات والانتماءات الوطنية في منطقة الشرق الاوسط، وده بالتالي بيسهل مهمتهم في الاستيلاء على مقدرات الشعوب وخيرات الدول. طيب قالوا ايه بقى في التسريبات؟ قالوا ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتكلم مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن خلال جلسة كانت جلسة مغلقة حصلت بينهم في المملكة العربية السعودية، ارتدى فيها على حد وصفهم الأمير محمد بن سلمان الزي الأسود، وقالوا إن الأمير محمد بن سلمان قال لبلينكن إنه على المستوى الشخصي مش مهتم بالقضية الفلسطينية، وإنها بالنسبة له قضية ما تفرقش معاه كتير يعني، وإن كل اللي يهمه هو رضاء الشعب السعودي عنه، وقال له كمان إننا الشعب السعودي فيه أكتر من 70% من هذا الشعب أصغر منه سنا ومش عارفين أي تفاصيل عن القضية الفلسطينية إلا من خلال الحرب اللي دايرة في غزة خلال هذه المرحلة اللي طبعا الكلام ده كان في شهر يناير. وفق التسريبات دي اللي زي ما قلت لكم أنا بأشكك في صحتها، التسريبات دي زعمت إن ولي العهد السعودي قال كمان إنه مش معارض إطلاقا لأي تحركات أو أي عمليات إسرائيلية بتقوم بها تل أبيب لمكافحة العمليات العدائية اللي بتجيلها من ناحية غزة، يعني كلام كده ما يخشش الدماغ. وقال لك كمان إن ولي العهد السعودي اتكلم خلال
مقابلة وقال انه شايف ان الادارة الامريكية في فترة وجود الديمقراطيين في الحكم شايفها انها فرصة مهمة علشان يحصل توافق ويتم تنفيذ خطط تضمن تحقيق عملية الاستقرار في المنطقة، ويتم تشكيل تحالف دفاعي بين المملكة العربية السعودية وبين امريكا، ويتم عمل اتفاقية تطبيع مع اسرائيل. وساعتها على حسب ما بيقولوا ان الامير محمد بن سلمان طلب من بلينكن انه يحصل تحركات متسارعة عشان الاتفاقات دي تتنفذ، واللي بالمناسبة بتتضمن حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. صحيفة الأتلانتيك الأمريكية زعمت برضو ان كلام وإصرار محمد بن سلمان عن قيام الدولة الفلسطينية وإدراجها ضمن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، قالك هدفه في الأساس هو تمرير اتفاقية التطبيع. ووفق التسريبات والمزاعم المنشورة، أنتوني بلينكن وجه سؤال مباشر لولي العهد السعودي خلال المحادثة أو اللقاء اللي حصل بينهم، وقال له ماذا تريد من إسرائيل؟ أنت عايز إيه من تل أبيب؟ إيه رأيك؟ أنت محتاج إيه من إسرائيل؟ رد عليه الأمير محمد بن سلمان وقال له قبل كل شيء أنا عاوز الهدوء في المنطقة، عاوز هدوء من إسرائيل وبالأخص في ملف غزة. طبعا الهدوء المطلوب ده ما حصلش، ولا حصل أي هدوء، ولا قدرت أمريكا تسيطر على إسرائيل، واستمرت إسرائيل زي ما هي في عدوانها وسياساتها العدوانية الغاشمة البربرية ضد الشعب الفلسطيني بدون توقف، وارتكبت الكثير من المجازر والمذابح ضد الشعب الأعزل. والأمر ده الحقيقة كشف لحاجتين مهمين جدا: إما عدم وجود إرادة حقيقية عند الأمريكان لنزع فتيل أزمة الشرق الأوسط المشتعلة، وإما في ضعف أمريكي قدام تل أبيب، في عدم قدرة في السيطرة على القرار الإسرائيلي أو حتى الحد من مخاطره وتداعياته. أنتوني بلينكن وجه سؤال تاني لمحمد بن سلمان وقال له هل ممكن السعوديين يسمحوا بدخول إسرائيل بشكل دوري للمنطقة عشان ينفذوا مداهمات ضد الجماعات المسلحة؟ ويبدو كده في تقديري أن السؤال الخبيث ده بلينكن كان بيقصد منه جماعة الحوثيين بالتحديد. على أي حال رد عليه الأمير محمد بن سلمان وفق التسريبات أو مزاعم هذه التسريبات، قال له ممكن يعملوا ده بس بشرط الكلام ده ما يحصلش دلوقتي، ممكن يرجعوا بعد سنة أو بعد 6 شهور، بحيث ما يبقاش إن اللي بيحصل ده جاي نتيجة توقيع الاتفاق اللي حصل معه. وبدأ هنا الأمر وكأنهم عاوزين يصوروا إن محمد بن سلمان عاوز ينهي صفقة التطبيع بشكل متسارع، وعايز يوصل رسائل لأمريكا والإدارة الأمريكية في البيت الأبيض بأنه بيتحمل بشكل شخصي مخاطر توقيع اتفاقية مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي. ولي العهد السعودي قال بشكل واضح لبلينكن وقال بشكل مباشر ان نصف المستشارين بتوعه شايفين ان هذه الصفقة لا تستحق من السعودية اي مخاطر، يعني ما فيهاش اي افادة بالنسبة للمملكة السعودية ولا الامير محمد بن سلمان. قالوا له كمان باختصار ان هذه الاتفاقية ممكن تتسبب في اغتيال ولي العهد السعودي. وعشان نرد على مزاعم زي دي لازم نسترجع مواقف، مش مواقف السعودية بس، لا مواقف ولي العهد نفسه، مواقف محمد بن سلمان من القضية الفلسطينية. الرجل كان واضح، وكلامه ومواقفه وتصريحاته وتحركاته كلها بتعكس تمسكه بالثوابت الوطنية القومية العربية وبالأخص المرتبطة بالقضية الفلسطينية. ويمكن كان آخرها إعلانه الرسمي بأن مفيش أي علاقات هتتم مع إسرائيل إلا بإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقال كمان أننا مش هنعمل أي تبادل للعلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب إلا إذا قامت دولة فلسطين. الرجل أدان بشكل واضح ومباشر ومعلن جرائم الحرب اللي بترتكب واللي ارتكبت في حق الفلسطين في غزة. الكلام ده لسه قايله الأسبوع اللي فات، قاله في محفل رسمي قدام كل العالم لما افتتح نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال السنة الأولى من الدورة 9 لمجلس الشورى السعودي. الأخوة والأخوات، تتصدر القضية الفلسطينية أثمان بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد لجرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة. يبقى منين محمد بن سلمان مش مهتم بالقضية الفلسطينية ولا معني بيها؟ ومنين بيحط وبيفرض شروط لأي علاقات مع دولة الكيان؟ وراهن ده مقابل إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة. هل السلوك اللي احنا شايفينه والتصريحات والمواقف اللي احنا شايفينها بتحد مش مهتم ولا معني بقضية العرب الأزلية اللي هي القضية الفلسطينية؟ عشان كده لازم نخلي بالنا كويس قوي من كل الأخبار والتسريبات اللي بيعلنوها في إعلامهم العبري والأمريكي، لأنها غالباً بتكون تسريبات مش حقيقية، تسريبات بتحمل دلالات ومعلومات هدفها في المقام الأول تفكيك وحدة الصف العربي، تشويه صورة القادة والحكام العرب قدام شعوبهم عشان يزعزعوا الثقة ويهدوا الثوابت الوطنية.
عشان يفككوا المجتمعات من الداخل، عشان يخلقوا دول رخوة يقدروا بعد كده انهم يخترقوها بسهولة ويستولوا على خيراتها. عشان كده كل التسريبات اللي طالعة بشأن ولي العهد السعودي تسريبات بتصب في هذا الإطار المشبوه بالعقل كده. لا يمكن أبدا لقائد شاب طموح زي محمد بن سلمان، رجل لسه في مقتبل العمر محمل بأعباء وقضايا عروبية، قدامه مستقبل كبير جدا في الحكم والسلطة في دولة بتعتبر من أكبر الدول نفوذا وتأثيرا في محيطها الإقليمي والدولي، لا يمكن أبدا أن يقول الكلام وتصريحات زي اللي بتقول هذه التسريبات، حتى ولو كان الأمر في غرف مغلقة. والدليل على ده هو أنك لما تيجي تبص للغة خطاب الأمير محمد بن سلمان هتلاقيها لغة خطاب قوية جدا، ما فيهاش أي ميوعة دبلوماسية ولا حتى تلاعب بالألفاظ ولا بالكلمات. الرجل بيوصف إسرائيل في خطابه بأنها بقوات الاحتلال، ما قالش حتى دولة إسرائيل، قال لك قوات الاحتلال، وقال أنه بيدين وبشدة جرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن دعمها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. قال أن المملكة لن تقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون هذا الشرط. الرجل وجه كمان الشكر لكل الدول اللي بتعترف بدولة فلسطين، ووصف ده بأنه تجسيد للشرعية الدولية. أظن هنا أن رسالة الرجل واضحة، لا فيها التباس ولا فيها تأويل ولا مزاعم بأنه عاوز يعمل تطبيع منفرد أو تطبيع بدون ثمن يخدم به قضايا المنطقة وقضايا العرب، ولا تطبيع عشان يحقق من وراه أي مصالح، لأنه في الأساس مش محتاج منهم أي مصالح، بل على العكس هم الأكثر احتياجاً للمملكة والأكثر احتياجاً لدور المملكة العربية السعودية. مش ممكن كمان نتغافل الموقف السعودي قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع اللي فات، والمبادرة اللي أطلقها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بتشكيل تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين. المبادرة دي أطلقت من عقر دار الأمريكان في نيويورك، مش كده وبس، المبادرة دي استبعدت ضم أمريكا ووافق عليها حوالي 149 دولة. أعتقد أن تحركات زي دي تحركات بتنسف مصداقية مثل هذه التسريبات المنشورة في الإعلام الأمريكي وفي الإعلام العبري. السعودية بتتحرك بوضوح وبشفافية في الملف الفلسطيني، وأعتقد أنها مش محتاجة لا هي ولا ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان في أنها تتكلم في الغرف المغلقة عن صفقات لا معنى لها. السعودية بتسعى في العلن لتنفيذ حل الدولتين، وعندها قناعة كاملة بأن ده هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط. هدفها إيجاد واقع جديد تنعم فيه دول المنطقة كلها بما فيها إسرائيل كمان بالأمن والتعايش السلمي، وأن بدون حل الدولتين مش هيتحقق أي استقرار أو تعايش سلمي، وأن القوى الغاشمة لن تزيد الأمور إلا تعقيداً وتأزماً. ورغم أن التحالف الدولي المقترح من المملكة العربية السعودية ما بيفرضش أي التزام على إسرائيل، ما فيش التزامات قانونية ممكن تجبر إسرائيل على أي شيء أو تجبرها بقبول حل الدولتين، لكنه على الأقل الحقيقة تحالف بيعتبر موقف سياسي محترم يمكن من خلاله ممارسة ضغط سياسي على إسرائيل. وبيظهر كمان المملكة العربية السعودية بأنها ما تزال في الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، زي ما بتروج وسائل الإعلام الأمريكية والعبرية وتطلع لنا شوية تسريبات كده لا يصدقها عقل. وقبل ما نختم لازم نأكد على أن رصد تطورات المواقف الرسمية للمملكة العربية السعودية ورصد تحليلات كبار الساسة والكتاب هنلاحظ أن الدور السعودي آخذ تعاظم والنمو خلال السنين الأخيرة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي. السعودية ما عادتش قوة اقتصادية ونفطية فقط، لا، السعودية أصبحت النهاردة قوة سياسية تعدى نفوذها حدود المنطقة العربية إلى حد التأثير الإقليمي والدولي، وده الحقيقة جاي من خلال دبلوماسية جديدة تم اعتمادها خلال السنوات القليلة الأخيرة ساهمت في تعاظم دور المملكة العربية السعودية، وده كمان باين وبارز وواضح في ملفات كتيرة جدا زي ملف الإنتاج النفطي في إطار مجموعة أوبك بلس، وزي دور السعودية في الصراع الروسي الأوكراني، وكمان من خلال النمو المتسارع واللافت اللي حاصل في العلاقات مع تركيا ومع سوريا ومع إيران. الحقيقة التحولات اللي طرأت مؤخرا على السياسة الخارجية السعودية تحولات مهمة، وتغيرت استراتيجيتها من استراتيجية هجومية في المنطقة الاستراتيجية بيسموها استراتيجية تصفير المشاكل، وده زود من مكانة ونفوذ المملكة إقليميا ودوليا ومحليا.
وبالتالي ليست بحاجة لعقد صفقات مشبوهة، ليست بحاجة للحديث في الغرف المغلقة عن عدم اهتمام بقضية العرب الأزلية، قضية الفلسطينية. كلام الحقيقة تسريبات هدفها زي ما قلت إثارة نوع من أنواع البلبلة والتشكيك والفتنة وتفكيك الصف العربي. أتمنى أن أنا أكون قدرت أوضح الصورة بشأن ما ورد من تسريبات في الإعلام العبري والأمريكي عن تصريحات المنسوبة للأمير محمد بن سلمان بأنه مش مهتم ولا معني بالقضية الفلسطينية. في النهاية نتمنى رب الخير لمصر وللأمة العربية، وينصر الشعب الفلسطيني في قضيته الأزلية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للأرض والعرض. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.